اجتمع وزير الثقافة محمد الأحمد مع مدراء الثقافة من كافة المحافظات السورية لمناقشة تطوير العمل الإداري والثقافي ومناقشة خطط العمل المقترحة للمرحلة القادمة. أنا ما عندي رغبة اليوم أي واحد فيكم يكون قلق، أنا عندي رغبة تشعروا جميعا بالأمان. أنا شخص لا أؤمن بالتغيير لمجرد التغيير، أنا بأمن بتطوير العمل، فنحن كلنا أسرة واحدة. أنا بريد تماماً أنكم تحسوا بالراحة أثناء ممارسة هالمهام الموكلة لكم. بعرف التحديات، منحاول قدر الإمكان نزلل ما يمكن. أنا بقول لكم من هلأ مستحيل أنه يعني لكم أنه في حلم وردي بده يتحقق بكرة أو بعد بكرة. تخلل اللقاء مداخلات من قبل مدراء الثقافة تحدثوا فيها عن المشكلات التي تواجههم ومقترحاتهم للحلول ووضع آلية للعمل المشترك وخطة للارتقاء بالواقع الثقافي في البلد.